السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في قناة عالم زيزو. ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الفيديو تاع اليوم جبت لكم وصفة سهلة وبمقادير بسيطة واللي هي حلوة الججلانية. نقولوا بسم الله ونبدأ. بالنسبة للمقادير عندنا 250 غرام زبدة طرية، عندنا نص كاس تاع سكر ناعم يعني سكر غلاس، عندنا نص كاس جلجلان يكون محمص، عندنا هنا يا مغرفة صغيرة تاع فانيلا، وهنا يا ندو قرصة صغيرة فقط تاع خميرة نوارة. بالنسبة للفرينة عندنا 500 غرام. هنا يا عندنا زوج حبات بيض، راح نستعملوا حبة كاملة وصفار بيضة، وراح نخلي بياض بيضة اللي من بعدها نحتاجه. ندو بسيلة صغيرة. الحاجة الأولى نحطو 250 غرام قلنا تاع زبدة تكون طرية. دينا هنا يا قلنا 250 غرام زبدة طرية، راح نحط لها نص كاس تاع سكر ناعم، نحط كذلك هنا عندنا قلنا بيضة كاملة وصفار بيضة. نحط هادو المكونات الأولين مع بعضهم، نخلط هذه المكونات مليح، هنا كي تكون عندكم الكمية قليلة البنات غير بيدكم برك تقدروا تخدموها. هكلا نستعملوا قلنا الباتور، ولا تحب تستعملوا ما كان حتى مشكل. هلا نخدموا مليح الخليط هذا الأول تاع الزبدة والبيض وسكر غلاس، هكذا البنات غير باليد برك وحنا خلطناه. دوكا واش راح نديرو؟ نزيدو نحطو نص كاس تاع جلجلان محمص، نزيدو نحطو هنايا مغرفة صغيرة تاع فانيلا، على هذه نقولوا لها جلجلانيه باسكو نستعملوا فيها كميه كبيره تاع الجلجلان. هنا حطينا في الخليط ومن بعد راح نزيدو نرمدوه في الجلجلان. دوكا هنايا نبداو نحطو الفرينه تاعنا، قلنا عندنا 500 غرام هكذايا. نبدا نحط بالتدريج، نبدا نحط هنا الفرينه هكذايا، هكذا نفوت نحط الكمية هذه الأولى بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة طرية. أهم حاجة هنا يا البنات كما قلت لكم لازم نخليوها طرية، ما تنشفوهاش مليح بلا فاضي. هنا راح نزيد لها، نخلطو كامل المكونات مع بعضهم، أنا راح نزيد هذه الكمية اللي بقات لي، هذيك هي تجي فيها 500 غرام سوا سوا. ما نعجنوهاش البنات، نليموها غير بيدينا برك هكذايا كيما لاباط تاع الصابلي. شوفوا البنات راهي بدات تتلايم معايا، تولينا اون بات. فوالا
شوفوا البنات لاباط اللي تحصلنا عليها لازم تخليوها طريه، شوفوا وضعوا عليها. دوكا واش نروحو نديرو؟ نشدو العجينه تاعنا هنايا، نقسمها على زوج هكذا، ندي نص الكميه نقسمها هكذا بالكوبات، فوالا نخلي النص نخدم به. وهذه البنات راح نديرها في كيس هكذايا ونخليها لمبعدا. نشد دوكا قلنا هذه العجينه، واش ندير البنات؟ راح ندير كويرات صغار هكذايا، هكذا ونحطهم في التبسيط. ودوك نقول لكم ان الشكل اللي خيرته لنهار اليوم، نديرو معايا ميزاني بلا ما نقعد نكيل في الميزان، فوالا باش ما نعطلش هكذايا. هادي نزيد ليها شويه هكذا. انا نكمل البنات كامل الكميه ونعاود نولي لكم. شوفوا البنات لاباط هذيك اللي كانت عندي درتهم هكذايا دي بول صغار. انايا الشكل اللي خيرته البنات، خيرت شكل جديد، خيرت هذا المول تاع السيليكون، فوالا هذا هو اللي راح نخدم به الججلانيه تاعنا. الحاجه الاولى واش ندير؟ نشدو البنات وحده كيما هكذا نحطوها في البيض هكذايا، نرمدوها في البيض ومن بعد نحطوها عفوا في الجلجلان، نرمدوها كامل هكذا في الجلجلان نشد دوكا الحبة تاعنا ونحطها في المول تاع السيليكون بالطريقة هادية. هكذايا نشدو لها كامل لافوغ تاع السيليكون، بالطريقة هادية. شوفوا البنات كيفاش جات هكذايا. دوك نروح نكمل انا كامل الحبات هادو بنفس الطريقه. هذه شوفوا الحبه الاولى اللي خدمتها، راح نزيد نشد واحده حبه واحده اخرى نحطها في البياض البيض نزيد نحط في الجلجلان. راني عمرت انا المول تاع السيليكون، انا خليت حبه راح نزيد نعاود نخدمها معكم. نشد قلنا كويره صغيره كيما هكذا، نرمدها قلنا في بياض البيض ونعاود نحطها في الجلجلان هكذا بالطريقه هذه. نحطها من بعد في المول تاع السيليكون، شوفوا البنات غير بشويه برك هكذايا، لازم نخليوها تحكم لا فورم تاع المول تاع السيليكون هكذا بالطريقه هذه. فوالا هكذايا شوفوا البنات هذه هي، شوفوا الخدمه كيفاش جات متقونه ما شاء الله. دوكا نروح نديرها البنات في الفور على 200 درجه حراره ونشعلها من الفوق ومن تحت ونخليها حتى تطيب لنا وتعطينا هذيك شويه اللون الذهبي ومن بعد نخرجها.
شوفوا البنات، هنايا شديت العجينه اللي بقات لي، رحت درت هكذا كويرات كيما هكذا صغيره، ودوك نعاود نخدمها بنفس الطريقه الاولى. شوفوا البنات، هنايا راني ديت العسيله. شوفوا العسيله هذه انا خدمتها في البيت، شوفوا جات ما شاء الله. شوفوا الحلوه تاعنا بعد ما طابت دوكا كيما راهي هكذا سخونه. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش طابت ما شاء الله، مام الشكل تاع حاجه شباب. نروح نحطوها مباشره في العسيله. هكذا بالطريقه هذه. هكذا نغطسها كامل باش تشرب مليح. نروح نكمل انا الكميه الثانيه. راني وليت لكم البنات بالنتيجة النهائية للوصفة تاع اليوم واللي هي الجلجلانية. شوفوا البنات بسم الله ما شاء الله، جات روعة، بنينة خفيفة معسلة حتى للقلب، جات يعني حلوة وعليها الكلام. دايما نقول لكم انا يا وصفة تكون سهلة وبسيطة وتكون في نفس الوقت بنينة. المقادير اللي عطيت لكم تاع 500 غرام تاع فرينة راه يدير لكم البنات 35 حبة تاع الجلجلانية. كانت يمالا هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي البنات يكون عجبكم لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. جوست ما يدير هذيك التحميره الشابه، شوفوا هكذا تخرجوه من الفوق ديالكم. في الاخير نقول لكم البنات بقاو على خير، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بقاو على خير البنات، باي.